بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بتاعنا هيتكلم عن احدث ثلاجات ال جي واللي هي تقفيلها التركي الجديده، احدث اصدارات من ثلاجات ال جي اللي بقت تنازل تنافس مع شارب وتنافس مع بيكو في الاحجام بتاعتها وفي الموديلات بتاعتها الجديده. ثلاجه ال جي 40402 اس اس ان اي، دي احدث ثلاجات ال جي، ده رقم الموديل بتاعها، السعه بتاعتها 401 لتر، بتتكفأ بان هي 14 قدم وهي المعدل بتاعها 16 قدم. ديت المكونات بتاعتها والتقفيل بتاعها تركي بالكامل. ال جي عملت ثلاجات تركي، عندنا هنا بيكون فيها شاشه ديجيتال لتحكم درجه حراره الفريزر وللثلاجه وجهاز انذار لو نسيت الباب مفتوح، وعندنا هنا تجميد سريع للفريزر وللثلاجه مع بعض. الثلاجة بتنزل باللون السيلفر، ما بينزلش منها الوان غير السيلفر. هنفتحها كده نبص عليها. حجم الفريزر بتاعها بيكون بسم الله ما شاء الله كبير، الرف بتاع الفريزر بيكون فيها 2. عندنا هنا الفتحات اللي قدامنا ديت بتكون فتحات النو فروست، ده رف واحد بقدر اتحكم فيه هنا اهوت، انا اقدر اشيله خالص لاحط له في المكان ده ان هو هنا مش مديني مساحه ان انا انقله من فوق لتحت او من تحت لفوق، لا هو عامل له مكان واحد قاسم النص ما بين الفليزر فوق وما بين تحت، فهو عاملها بالمساحه اللي في النص بالظبط. عندنا هنا دي ستارت الهواء ان انا لو نسيت الباب مفتوح ولا حاجه لا قدر الله ما يخرجش الفريون بتاعها بره الثلاجه. الرف بتاعها هنا بيكون ازاز بايركس ضد الكسر. هنفتح هنا كده نبص على الثلاجه من تحت. الثلاجه زي ما احنا شايفين كده هوت الحجم بتاعها، بسم الله ما شاء الله حجمها كبير. هنا بيكون فيها 2 رف، ما بين مساحة الرف والرف بتكون كويسة ان ست البيت لو عايزة تحط حلل ولا حاجة فالشركة عاملة مساحة كويسة ان انا اقدر احط حلة من غير ما انقل رف او حاجة. وهنا الرف بتاعها محكوم، مفيش الا الرف ده بس اللي اقدر انزله تحت درجة معينة اكتر من كده. عندنا هنا دي الحافظة بتاعت الحافظة اللي هي بتاعت الخضروات، وهنا درج الخضار، ودول بيكون وصل لهم تبريد بيقعد الخضروات لمدة 15 يوم طازة زي ما هي طبعا، ومن تحت بتكون نو فروست بالكامل، فيها خاصية البلازما وديت بتكون منقية للروايح، بيكون فيها اضاءة ليد من هنا هوت من الجناب زي ما احنا شايفين كده هوت. الاضاءة الليد اللي من الجناب ديت للتلاجة، اول ما بفتح الباب اوتوماتيك الاضاءة ديت بتشتغل معي. مواتيرها وكل حاجتها متقفله في تركيا بالكامل. سعر الثلاجه ديت نازله النهارده ب 32500 جنيه، هي كان سعرها 34000 ونزل عليها عرض من الشركه ب 32500. لو في اي استفسار او اي حاجه عنها ممكن تسيبها لنا في تعليقات الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير عشان دوت بيدعمنا كتير. شكرا.